يزن يزن مرحبا، معكم غصن. رجعت لكم انا لحالي بفيديو جديد. طبعا يزن مش هون، ماخذي راحتي بالحكي معكم. فيديو اليوم حيكون ردي او انتقامي على مقالب يزن يلي سواها فيي، يلي بعدهم ما حضرن رح حطهم بصندوق الوصف اللي هو مقلب السفر، وعلى اساس انه عملت فيه مقلب الاغماء او فشل معي، على اساس كنت بدي انتقم منه بالفيديو الماضي وما مشي الحال. فاليوم جيتكم بمقلب جديد، مقلب كتير قوي رح يكون. يزن هلا مش بالبيت، راجع على البيت، بس اتفقنا انا وياه نعمل فيديو انه نقيم يوتيوبرز او نوصف اليوتيوبرز على طريقتنا الخاصه. على هذا الاساس انه اليوم رح نصور هيك فيديو، رح فاجئوا بشي كتير قوي ورح يعصب بتوقع، وانتو كمان رح تنصدموا. فخليكم عم تشوفوا الفيديو للأخير ليشوفوا شو رح يصير. طبعا انا هون جهزت اوراق مكتوب اسماء اليوتيوبرز هون، انا جهزتهم للوراق كرمال يزن ما يخطر على باله انه في مقلب او ما يشك بالموضوع. فانا اليوم لازم كون ذكية وردلك المقلب يا يزن، لازم. فقبل ما نبلش بالفيديو، اذا انتو جداد على القناة اول مرة بتشوفونا، ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد، وما تنسوا كمان تحطوا لايك للفيديو اذا كتير حبيتوه. تابعونا على الانستغرام تلاقوهن تحت بصندوق الوصف، والمقالب يلي سواهن يزن فيه كمان تلاقوهن تحت بصندوق الوصف يلي بعدهم ما شافهن. ويلا خلينا نبلش. طب هلا مين شاب؟ انت زعلانه تمام، انا هلا زعلت لانه تاخرت. وين ما انت طابخه شيء؟ طب بدي اكل انا يزن. حبيبي كنت بدي اطبخ بس لانك انت تاخرت وقلت لي بعد نص ساعه جاي. اوكي تاخرت حضرتك، صار لك اكثر من نص ساعه. اوكي صار لك ساعه تقريبا وانت بتقول لي جاي جاي جاي. ما خلصت مش هيك، ما قدرت. طب ما خلصت شو اعمل يعني؟ بركضك ما عليك، كلك اي شغله. هلا خلصنا ما نصور عاد، ما نخلص وما ننتج وما ننزله اليوم. شو بك منزل؟ لا شو بدي اعمل؟ كل اي شيء هلا، كل اي شيء يا زلمه. امبارحه طبخت بعد صينيه كفته في ضمنها. يعني كيف بدي اطلع الكاميرا هيك وانا يعني معصب؟ انت معصبه عفوا. خلص خلص هيك كل ما انا امبارحه يا طعمت صينيه كفته، روح كلها. ما قلت لك امبارحة في طبخت انا وضل شوي من الاكل. خلص خلص اوكي، انا اسف اني تاخرت. يا الله ما أهم عن جد، شو هي هيني كلمة اسف بالنسبة لك؟ هون زبيتة؟ شمعي نسيت شي لهي. وين القص؟ ما بدها مقص هي، هي فقع. بلكي بدي رجعها على الكنز. استنى، لا بدك ترجعيها ولبستيها؟ ناخذ جاهزي؟ بعد ما شو؟ خلص. انا كنت كثير متحمسه وواو يلا وعم بستنى. طب ما خلص يا بيبي، خلص خلص. مرحبا معكم غصن ويزن، رجعنا لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم هو فيديو اليوم فيديو اليوم فيديو اليوم هو نحن ما رح نقيم اليوتيوبر، بس رح نوصف اليوتيوبر. تمام، غصن جهزت اوراق كاتب عليهم اسماء يوتيوبر. تمام يزن، بس ليك كيف نحن كيف عاملين هيك كتافنا هيك ما نضلنا قاعدين؟ بس خلينا، شو رايك نغير قعدتنا ونقعد على الارض؟ تحط الكاميرا هون بعيد شوي عني. بس كيف بدي اعزف انا؟ تقعد وانت قاعد على الارض ما برتاح هون. خلينا نجرب. طيب يلا. وين بدك نصور؟ قصدي نغير شوي قعدتنا. وين؟ طب هذيك المرة لما صورنا هون انكسر ظهري. طب غير نقعد هون مثلا؟ وين؟ وين نقعد على الأرض؟ هون؟ لا هون هون. هيك نشوف. طب يلا أوكي، يلا خليك قاعد أعطيك العود. خليك قاعد مطرحك، أنا بحط بجهز كل شيء. أعطيك العود. ليه الإنارة بدها تغير؟ شو بك يا غصن؟ رايحين لك بعدي بعدي وحياه الله بتشوفي. حتى جربنا انفعلت معك. شو بك؟ ما بعرف شو هذا. شو بك؟ عودك عودك رنان منت عودك إيلي. شو بك؟ انا بعدي يعني مصدوم. انت شو؟
مالا قلبي بعد هيك عم بينبض بسرعة على فكرة والله يعني مقلبتك ولا ما مقلبته؟ مقلبته ولا ما الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله الحمد لله تخيل لو انه عودك عملته هيك كنت كسرت لك راسك يا الله ما اهدمك كنت كسرت لك راسك ما اهدمك والله بعد هيك يا جماعة هيك قلبي عم بيعمل انت عن جد بفكر اني رح امسك عودك وهيك طبش وطبيش بتعرفي كاميرات بتجيني بس هلق بدون سبب يعني بدون كنا كسرت لك موبايلك على فكرة بعمل عادي ما بتفرق معي يعني إلا سواب خصوصاً بهالشغلات سكوت كل الموبايل شو؟ لا أهدى شوي الحمد لله ما على فكرة ما شرحت لهم ما شرحت لهم شو المقلب كان المقلب إنه يزن كتير بحب العود يعني كتير يعني هذا من الأشياء المفضلة اللي عنده كل ما أحمله أنا بقول لي ديري بالك انتبهي دق بشي انتبهي دق بالحيط عمهلك نزليه حطيه اركنيه عمهله ما بعرف شو ومن هالحكي فخطر ببالي إني شو أعمل فيه إني شيل العود من البلش والله يا غصن وحط شو حطيت هوني كراتين لا وكراتين وها تبع زارة كمان قلت بعملها فيك لأنه هديك المرة المقلب فشل وكشفتني هالمرة زبط معي المقلب ولا لا زبط ضبط بس شو بعد إلك بعد إلك يلي رح يجيك بعد إلك هيك مزاج تعمل الفيديو اليوم لا والله لا والله خلص والله طلع بإيدك لك بصر طلع بإيدي طبعا ما أنا قلت إنه رح استردها يعني رح استردها ما بتتخيلوا يا جماعة أنا هلا كيف إحساسي وشو شعوري طب ما سألتني على العود وينه وين عودك وينه أكيد جوا الغرفة لا ركضوا بسرعة الحمد لله ليش حسيته ابنك؟ ليه محسسني انه هيدا ابنك؟ العود قطع مني لانه بعد هلا هيك بس لريح شوي اعصابي لازم هيك شوي يلا يلا ليك انا برايي عزيف قد ما بدك وشبع منه يمكن يجي يوم عصب عن جد منك وبيوقف عليك يا بوكس كيف قالك؟ شو تفعلي؟ بدك تضربني لإلي؟ شايفين؟ 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 شايفين بمد ايده علي بس كرمال عود مع اساس انه انا اقطع منك لك شو كذاب حيلي في القمر يمينه قال لي يا حلوة ساعة ما شافك بالحسن لا بعدك ولا قبلك يا روحي روحي كملت أوصافك يا روحي وهيك بكون خلصنا فيديو اليوم أو مقلب اليوم إن شاء الله يا رب تكونوا حبيتوه إذا حبيتوه ما تنسوا اللايك وإذا حابين نعمل تقييم أو نوصف اليوتيوبرز بالفيديو الجاي اكتبونا تحت بالتعليقات لأنه رأيكم كتير بهمنا استنوا الشيء يلي رح يصير بغصن بالأيام الجاي تمام لأنه عن جد اليوم أنا طلع طلع بتعرف أنه أنا كتير بحبك وكتير بعشقك أنا بموت فيك على فكرة أنا من المرة الماضية بس هي فشل المقلب معك قلت خلاص خلاص ما عدح تعمل شيء أنا توقعت تعمل المقالب بس مو هلا طلع مش بالعود كمان معقولة مقلبني حبيب أنا كتير بحبك بموت فيك أنا لك روحي لك روحي يا جماعة هلأ بدك تراضين اليوم تعملين كنافي تمام فهذا اليوم يا جماعة بتروحوا على حساب الانستغرام إذا لقيتوا في كنافي فمعناته غصن رضتني ما لقيتوا في كنافي فمعناته بكرة في كنافي فعاد بتكون غصن بكرة رضتني ماشي؟ لا ما هلا ما أنا قلت لك شو إنه ناكل شوارب لا 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 بدي أكل أكل من بيت أنا يلا بنشوفكم بالفيديو الجاي يلا باي 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 باي